اختتمت فعاليات المعرض الثالث للسيارات في الجامعة الأمريكية بالإمارات يوم الخميس الماضي، والذي استمر لمدة يومين وسط مشاركة واسعة من الطلبة ومشاركين من خارج الدولة. هي مبادرة تسعى من خلالها الجامعة الأمريكية بالإمارات إلى استغلال طاقات الشباب وتوظيفها بما يتناسب وتطلعاتهم في خلق بيئة تجمع بين العلم والترفيه. نعم مشاهدينا، طبعا فيصل باروت زار المعرض وعاد لنا بالتقرير التالي، خلونا نشوف. هي هواية يمارسها كثير من الشباب، يجدون بها متنفسا لإطلاق العنان لأفكارهم وإبداعاتهم. فالمعرض الثالث للسيارات في الجامعة الأمريكية بالإمارات الذي اختتم فعالياته يوم الخميس الماضي احتضن هذه المواهب ليضفي عليها طابعا ترفيهيا وأكاديمي، تفاعل معه المشاركون والجمهور بشكل فعالي وإيجابي. والله الحمد لله السنة الله وفقنا وطورنا من المعرض وقدرنا نجيب سيارة أكثر ونغطي الفراغات اللي ما مليناها السنة اللي طافت، والحمد لله يعني كل شيء استوى يعني على مراحل والله وفقنا، ويتنا مشاركات من خارج الدولة ومن داخل الدولة من الجامعة من الإخوان المواطنين، هذا دليل يعني على نجاح المعرض. الجمع بين الترفيه والثقافة يعد في بعض المؤسسات التعليمية معادلة يصعب حلها، ولكن الجامعة الأمريكية بالإمارات ترى في تطوير مهارات ومواهب الطالب استثمارا حقيقيا يساعده في شق طريقه نحو مستقبل مشرق. ثالث مرة يعاد هذا معرض السيارات من قبل الطلاب، يعني حقيقة أنه هو تنظيم طلابي كامل، لم تتدخل الجامعة في تنظيمه إلا في مجال الدعم المالي، وكان من بدايته إلى نهايته هو يشرف عليه طلاب بمساعدة الموظفين في الجامعة اليوم في قسم شؤون الطلبة وقسم التسجيل وقسم العلاقات العامة والتسويق. طبعا هذا النشاط يساعد أيضا على بث روح المنافسة بين الطلبة، أيضا نطلع الطالب من الأجواء المرات الروتينية داخل القاعة الدراسية، لأن يحتاجون الأنشطة الخارجية ولي خلينا نقول ريفرشمنت، يعني أن أنت تجعل التجديد والتطوير وإلى آخره. تجمع لمحبي السيارات في ساحة أكاديمية أعطى المشاركون فرصة للدخول في عالم الاستعراض من بوابة جمع وتعديل السيارات الكلاسيكية قديمة كانت أو حتى حديثة. شاركنا للسنة الثانية فيهم في الجامعة، البورش، الجاكوار، الكادلك، عبنا الفكرة وتنظيم حلو، شاركنا مرة ثانية عندهم. لم يقتصر دور الجامعة على تنظيم الحدث فحسب، بل مشاركة كليات الجامعة أعطى الطلبة فرصة لتطبيق ما تعلموه من نظريات علمية على أرض الواقع، كان أحد أبرز الأهداف لهذا المعرض. الرسم هذا عبارة عن أنه في عنا كورسين في الجامعة اللي هم الانتيريور والجرافيك، طلبوا منا أنه نرسم السيارات اللي هون، أي سيارة بدنا نوقف نرسمها وهيك عشان نقدمهم، حيشوفوا أي أحلى رسمة وينقوها. هي منظومة متكاملة تشجع الموهوبين لممارسة مواهبهم وصقلها في ظل توجيه من هذه المؤسسة التعليمية التي تسعى لتوفير كل أسباب النجاح والتفوق والإبداع لطلابها. المعرض السنوي الثالث للسيارات في الجامعة الأمريكية في الإمارات كان ناجحا بكل المقاييس، ليبرهن على أن العملية التعليمية لا تقتصر على التدريس فحسب، بل أن النشاطات الطلابية اجتماعية كانت أو حتى ترفيهية لها دور بارز في تطوير العملية التعليمية بالمنطقة. فيصل باروت لدبي هذا الصباح. وعلى هامش المعرض الثالث للسيارات صرح مدير الجامعة الأمريكية بالإمارات الدكتور مثنى عبد الرزاق لكاميرا برنامج دبي هذا الصباح عن مبادرة هي الأولى من نوعها بصنع أكبر غطرة وعقال. نعم مشاهدين، على أن يتم الإعلان عن مكان وضعها لاحقا فوق أحد الأبنية المعروفة في دبي، خلونا نشاهد. أنا حاب أصرح عن شيء جديد، وهي فكرة طلابية أيضا وإحنا داعميها. في مجموعة من الطلاب وصلوا أو تكلموا معي ومع أساتذة آخرين أنه يريدون يعملون أكبر غترة في الإمارات، لأن إحنا نعرف أنه دولة الإمارات بالذات دبي
سباقة باتجاه تكون المتميزة الأولى، ومثل ما دائما يركز صاحب السمو حاكم دبي الله يحفظ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه إحنا ما نقبل إلا بالأول، إذا الثاني خسران. فلذلك سباقين بهالاتجاه، فسوينا دريد نعمل أكبر غترة وأكبر عقال نقول، ويوضع على واحد من المباني، ما أريد نصرح على أي مبنى. والطلاب الآن حيبدأون يتراسلون مع جهات معينة من أجل سلامة المشروع من الناحية الأمنية، من الناحية السيفتي، من الناحية الأخرى. وأعتقد هذه المبادرة الجديدة لها أبعادها، يعني حتى التراثية العربية الإسلامية الأصيلة، وليس فقط أنه هي طلابية، وإنما إحنا مفتخرين وعندنا الفخر والاعتزاز أنه نتمسك لهذا الزي العظيم اللي هو ممتد من حضارتنا وتاريخنا وديننا الإسلامي الحنيف.